السلام عليكم اصحى وركز معايا يا غاوي يا غاوي الدجاج الحجازي وكلنا عارفينه واللي مش عارفه اللي قدامكم ده دجاج حجازي وبلد المنشا السعوديه ناس تقول ايران وناس تقول تايلاند وناس تقول فلبين وحكاوي كتير في مثل بيقول ايه الاب اللي ربه مش اللي خلف تمام الاب اللي ربه مش اللي خلف ايه المعنى ده قبل ما نبدأ كلامنا عاوزك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وما تنساش تدعمنا بلايك عشان يوصلك مني كل جديد ايه معنى الكلمة اللي انا بقولها دي ان حتى لو ايران او اي دولة من اللي انتوا بتقولوا عليها بيجيلي في الكومنتات كده هي اللي انشأت الدجاج ده او ظهر فيها فالسعودية هي اللي طورته فانتشر في السعودية السعودية هي اللي ربيته وهو بلد المنشأ السعودية أنا بقول لك بلد المنشأ السعودية وبمخاط الصدفة مع المربين وهي سلالة دجاج جميلة جدا ومميزة وهتفضل شغالة ومش هتنقرض بإذن الله لأن احنا بنطور منها في حاجات تانية مملكة نشتغل فيها عندك عندك الدجاج الأزناب اللي أعلى من الدجاج الأزناب الدجاج الكوتشي أغلى وأعلى دجاك كوتشي ومسمى كن تمام لو انت بقى عاوز شرح تفصيل عن السلاله ديت وبكام وتجيب منين والكلام دوت عندك فيديوهات كتير انا عاملها على القناه وبمجرد اشتراكك في القناه يظهر لك كل الفيديوهات دي او من خلال علامه الاي اللي هتظهر لك في اعلى الفيديو او الفيديوهات المقترحه في اخر الفيديو فده حاجه مميزه وجميله سلالة جميلة ما شاء الله والسعودية اللي اشتغلت عليها وهي اللي تميزت فيه حتى لو كانت الاصل من دولة تانية يبقى ده خلاصة الكلام لان مربين كتير تبعت لي يقولوا احنا اقوى واحنا اللي جايبين واحنا اللي عاملين فمش كده يا جماعة خلاص هي معروف بلد المنشأ السعودي ومصر تاني دولة بعد السعودية على طول في الدجاج الحجازي احنا عددنا 140 مليون عندنا مربين بعدد شعر المربي تمام <applause> <applause> فعندنا مربين عديده جدا وربنا يبارك للجميع والدجاج ده منتشر في مصر بشكل كبير جدا وفي مستويات عاليه وفي مستويات متوسطه تمام <applause> لكن منتشر في مصر كلها فان شاء الله لو عندكم هعمل لكم فيديوهات حلوه كتير عن السلاله دي ولو عندك انت استفسار عندك حاجة في سلالة مميزة عاوزني نتكلم فيها اكتبلي في الكومنتات قولي لي رأيك في الكومنتات لو عندك حاجة لو في غلط في كلامي ده تمام انا ما عنديش مشكل اتفاوض معاك واتكلم معاك ما عنديش مشكل بس فهي مش مسألة تحدي ولا حاجة وربنا يبارك للجميع وفي الاول وفي الاخر داريش وهواية جميلة بتوصلنا ببعض وراحة نفسية وبس فعاوزين دعمكم للقناة وقولولي رأيكم في الدجاج ده لو انت لسه مكمل معاه لحد دلوقتي عجبوك ولا ايه غاوي ديكين جمال جدا وفي ثلاث فرخات أمة أمامير واللي عاوز كتاكيت أو حاجة يبعتلي واللي أول مرة يتابعني معاك إسلام مملكة الطيور اصحى يا غاوي ربنا يبارك لكم